حياكم الله مشاهدينا الكرام، وإليكم موجز الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية. تابع محافظ صلاح الدين بدر الفحال بجولة ميدانية في الطوز وآمرلي واقع الخدمات وخيارات رفع مستوى الأداء الحكومي، وذلك باجتماعات ولقاءات مع السياسيين والتنفيذيين ووجهاء العشائر ضمن استراتيجية الإعمار الجديدة. تمكنت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والأمن الوطني من قتل عنصرين بداعش الإرهابي بالقرب من قرية المبدد في جبال حمرين شرق محافظة صلاح الدين. يشكو أهالي صلاح الدين من فوضى في البناء وإعادة ترميم المنازل والمحال التجارية، مؤشرين ظاهرة تكديس مواد البناء أمام المنازل دون مراعاة لحركة السير ونظافة الأحياء السكنية، إضافة لحفر الطرق لإعادة تسليك المياه ومعها نصب مطبات غير نظامية أمام المنازل. طالب أهالي صلاح الدين فرق الرقابة التجارية بعمليات تفتيش للمخابز والأفران في مناطق المحافظة لأنها تواصل بيع الصمون والخبز بنفس الأسعار القديمة رغم تراجع أسعار الطحين بشكل لافت. بدأ الرئيس التركي زيارة تاريخية إلى العراق ستنقل علاقات بغداد وأنقرة إلى شراكة من نوع آخر، فيما قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي أن زيارة الرئيس أردوغان ستشهد الموافقة للمرة الأولى على توقيع اتفاقية للمياه مع العراق، كما تحدث عن اجتماع رباعي بشأن طريق التنمية سيحضره ممثلان عن أمير قطر والإمارات. كشف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي عن توجه لحسم انتخاب مرشح لرئاسة البرلمان خلال 20 يوما، سواء عبر إتاحة المجلس الفرصة مرة أخرى لتعديل فقرة الترشيح أو النظام الداخلي أو بتوافق معين، وهذه مناطة بقرارات البيت السني. أخيرا لوحت وزارة التجارة بالاكتفاء الذاتي من الحنطة بمعدل 6 ملايين طنا مع مشروع كبير لإنتاج مادة الطحين الصفر وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأول مرة وتوفير العملة الصعبة للعراق. الموجز انتهى، في أمان الله.